فكرة الاجتياح البري يعني هذه أصبحت يعني من الأحلام. هي في 2006 لم تنجح هذه الفكرة. ليش أصبحت من الأحلام؟ لا، هذا غير قادرين عليه لسبب بسيط. هم فقط متفوقين في سلاح الجو، وحتى قضية سلاح الجو على فكرة لم يكن يقاتل العدو الصهيوني في بداية الأمر لوحده، بقدر ما أن لو تحسب كلفة الغارات الجوية التي كانت تستهدف القرى والمدن في جنوب لبنان والضاحية، هذه تقدر بمبالغ بملايين الدولارات يوميا. وهذا وحتى قضية حادثة الضاحية، في تقرير للفوكس نيوز وللواشنطن بوست تتحدث من أن كل الذخائر المستخدمة هي كانت أميركية، بمعنى أن الكيان الصهيوني والعدو الصهيوني في بداية الحرب على جنوب لبنان لم يكن يقاتل لوحده، بقدر ما أن من كان يقاتل معه ويخطط له على مستوى التقنيات هو الأمريكان. يعني حتى قصة القنابل التي كانت مزودة بنظام الجي بي اس هو أمريكا وحلف الناتو تقريبا كله. بايدن هددنا بحسب الفانتشيال تايمز، هدد نتنياهو بأنه في حال فكر بشكل أو بآخر أن يذهب إلى خيار ما يسمى كان يروج إليه الضربة المفاجئة واستهداف المفاعل النووية، فأن الولايات المتحدة الأمريكية هناك ترفع عنه الدعم، خاصة وأن كل دول الاتحاد الأوروبي أو أغلبها رؤساها ماكرون إسبانيا يعني طرحوا مشروع قبل يومين في مؤتمر قمة قبرص بأنهم يجب منع تزويد نتنياهو بالسلاح، واعتبروا أن نتنياهو هو يريد جر منطقة الشرق الأوسط إلى حرب عالمية